السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس العاشر من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الاتجاهات. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس اون يونلر. كوزه شمال، كوزه شمال، كوزه شمال. غونه جنوب، غونه جنوب، غونه جنوب. دوغو شرق، دوغو شرق، دوغو شرق. بط غرب، بط غرب، بط غرب. جزي دوغو شمال شرق، جزي دوغو شمال شرق، جزي دوغو شمال شرق. جزي بط شمال غرب، جزي بط شمال غرب، جزي بط شمال غرب. غني دويغو جنوب شرق، غني دويغو جنوب شرق، غني دويغو جنوب شرق. غني بط جنوب غرب، غني بط جنوب غرب، غني بط جنوب غرب. صادا يمين، صادا يمين، صادا يمين. سولدا يسار، سولدا يسار، سولدا يسار. üstünde فوق، üstünde فوق، üstünde فوق. altında تحت، altında تحت، altında تحت. önünde امام، önünde امام، önünde امام. arkasında خلف، arkasında خلف، arkasında خلف. arasında بين، arasında بين، arasında بين. içinde داخل، içinde داخل، içinde داخل. dışında خارج، dışında خارج، dışında خارج. yanında بجانبي، yanında بجانبي، yanında بجانبي. yukarıda في الأعلى، yukarıda في الأعلى، yukarıda في الأعلى. أشادة في الأسفل، أشادة في الأسفل، أشادة في الأسفل. درس اليوم انتهى، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد بإذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحة، تبقوا على ألف خير.